ساكنين الناس يا صاحبي. على بركة الله متابعي قناة الشوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. شوف تليفونك واش الصوت مزيان. مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على قناة شوف تي في، ألف تحية للجميع. رمضان مبارك سعيد، أيام قليلة، رمضان على الأبواب، الله يقبل صيامنا متابعي قناة شوف تي في. قصة أغرب من الخيال، نتواجد بدوار النوامر التابع لعمالة إقليم قرسيف أو الجهة المنسية متابعي قناة شوف تي في، أو المغرب العميق كما يقول حميد العقاوي، كلمة جميلة يقولها حميد العقاوي، المغرب العميق. كنمشيو عندك الناس متابعي قناة، أربع إعاقات والغريب في الأمر الأولاد كل واحد فيه كيمشي لهم، غتشوفوا قصة غريبة أغرب من الخيال. الأم والأب كيعانيوا مع مرة بعد الوليدات، اللي عنده 28 اللي عنده 26 اللي عنده 17، لكن ملي كينوضو كل واحد فيه كيمشي. والغريب في الامر الجار ديالهم عيا معاهم على واحد السهريج ديال الماء اللي كيعيطوا له الباسا كيخاف شي يطيح شي واحد. تبعونا متابعي قناه شوف تي في وتشوفوا المغاربه او العائله القرسيفيه فين كتسكن متابعي القناه. غير باش دوز منا دابا الوقيته سخونه ماشي مشكل، لكن فصل الشتاء راه ما كنظنش انا شي واحد يقدر يدوز منا لحقاش هادو ساكنين فوق الواد متابعي القناه. عائلة قرسيفية عند أربعة الوليدات يعانون من إعاقة حركية متبع قناة شوف تي في. والغريب في الأمر قناة شوف تي في قناة الشعب تصل عند الجميع، والتحدي ديالها أن المايك ديالها يوصل عند لأبعد نقطة متبع القناة. غادي يمشيو عند هذا الأب والأم اللي كيقولوا بغينا المغاربة يعاونونا، بغينا خوتنا المغاربة يعاونونا متبع قناة شوف تي في. نتمناو أذن صاغية اللي تسمع لهاد العائلة وتعاونها أصدقاء القناة. ما كيهمناش المسافات اللي كنضربو حنا كمراسلين، وما كيهمناش الطرقات اللي كنمشيو فيها، ما كيهمناش حتى الاعتداء اللي كيتعداو علينا، لا يهمنا بقدر ما يهمنا أننا نوصلوا صوت الشعب وصوت المواطن باعتبارنا ننتمي لقناة الشعب متبعي قناة. فمتابعي قناة شوف تي في هذه هي الدار في كيسكنوا هاد الناس أصدقاء القناة. قصة غريبة وقصة صادمة، الدار تعاني من الهشاشة والعائلة أيضا تعاني من الهشاشة. عمي لاباس؟ أخبارك بعيد شوية ساكن؟ إيوا أنت تشوف كلشي مزيان؟ الله يبارك. عاود لي على القصة ديالك عمي. القصة هذه هي راك تشوف الحالة، القصة راه عندي أربعة دراري هكا عيانين كما قلت للأستاذ، راه جوج بنات وجوج دراري. وعييت في التالي شت السكر والكوليسترول حتى انا عيان. وهذا الشيء علاش؟ الغالب الله راه كان انا ضربت عندك مسافه باش ما تقوليش هذا الشيء علاش. عاود لي المشاكل ديالك، مناش كتعاني، شنو خصك، شنو كتعاني مع هاد الوليدات، شنو معذبين الناس، شنو هاد الدراري. الا كنتي عاودتي لي جوج كلمات راه سعداتك عمي. واه دابا هاد الدراري انا اش نعاود لك همي، خصني نقعد معاك 3 ايام عاد باش تفهمني. الله يرحم الوالدين. دابا القصه ديالهم في الدواء، راه هذاك ما كنتش عارف له الطبيب، ديته ماشي ما ديتوش، ديته للناظور الطبيب الاختصاصي في الناظور ودوز له، وقال لي ديك الوقت قال لي يا ودي خصك تديه للرباط. انا ادهشت ما كنتش عارف الجمعيات، قلت غادي يهرب لنا غادي كذا، ما كانش اللي يقابله، لا ما دا المراه غير وحده، شكون يقابل هنا الدراري الصغار. ميكت وعطالي شي دواء ما بغاش يشربو، ما بغاش يشربوا نتانا. الى هاد المره ساعدونا شي جوال مثلك، وديناه لواحد السيده في الرباط، واحد الدكتوره غير في الثانيه، واحد البنت، وعطتنا الورقه على شي دواء الله يجازيها بخير، غالي شويه. راني كي قلت للسيد راه كيدير 300 درهم وقرعه صغيره، وهو عاد كالمه لو كان شي وقت اخر ما غاديش تصيبو هنا. في كيمشي كيهرب كيهرب حتى شفت فين لقيتني في ولاد صالح، كيمشي لتما. كيمشي حتى ولاد صالح؟ قال ولاد صالح علاش ما كيشد الواد وهذا الشيء معروف، وكيعرفوا الشيخ ديالنا ديال الحومه كيعرفوا كيلقى هامل كيلقى هنا، كيمشي لهاد الدوار الفوق، كاين واحد الدوار هنا كيقولوا له المجارسه، كيمشي حتى يدخل على بنادم كيعيطوا لي تما راه ولدك كذا. وانا كنكون بعيد في الخدمه، راك شوف حتى واحد مهاني كنكون في الخدمه ولا بعيد ولا في السوق، او دي راه ولدك خلع لنا النساء ودخل علينا، واش هشد ولدك اسيدي، وما بغاش يتشد لي كي على ما دير هكا يهرب. واحد الليله هرب لي مع المغرب وشتا كطيح،
منين هرب قطع الفيلاج الاولاد حموسه ومن تما داوه شي ناس للكوميساريه وتهلاو فيه الله يكثر خيرهم بقاو كيقلبوا الدراري ديال البوليس ما بغاوش يطلقوا منه دوروا حتى لقاو خالو وعطوه الخالو من تما عيط لي قال لي ودي راه الولد هنا فين راكم قلت له راني في الخلا راني كندور انا كان حساب مات وعاد وهذا هو واخا كي قلت لي واخا نبقاو هنا سيمانه ما تقولش غير شويه من داك الشيء اللي عندك ومع دابا الواد اللي كيحمل كي كديروا هنا كاين واد هنا كاينه واد شريفه اجي نشوف واش اجي خالتي نشوفوا لاباس مزيانه هنا عندكم واد يمكن واه الواد ديال الملويه ملويه كيحمل حداكم واه ملي كتكون شتكي فمتابعي قناه شوف تي في عائله كتعيش حدا الواد وعندها اربعه ديال الوليدات والغريب في الامر عندهم مرض حركي ومرض انهم كيهملوا ياك فين الواد هنا الشريف راه منا بعيد شويه اخويا باش وليني كيتبان لي هاد الحفيره هادي شتي منين قطعتو ها هو أيه؟ ها هو الاخر منا لهي راه الزيتون من الزيتون لهي من الزيتون شتي دابا ملي كطيح الشكل كديروا مع الوليدات راه حنا حاصلين اسيدي مراضين بربعه راني حاصله كنضل نتشوط لا اله الا الله محمد رسول الله وهذا كيهرب دابا هادي شهرين ملي لقينا داك الرحمه لقينا داك الدواء راه ولا شويه ارتاح وهذه كتعاني عندها العمليه ديال العنق ديال لاكواط والاخرى مريضه عاود هكاك راك عارف بثلاثه بيهم ولا اله الا الله محمد رسول الله راه حنا نغلبنا ما لقينا والو الدار ها انت تشوف في الاخر في البرد كان موتوا بالبرد في الصيف ها انت تشوف عاود والحوايج كلشي كينحرقوا لنا بالشمس وفي الوقت ديال البرد كيغموا بالاخر ما نلقى ما نرد عليهم شحال من عام وجيت ساكن هنا دابا هادي ملي جيت لهاد البلاصه واقيلا هادي 3 سنين 3 سنين ثلاث سنين كنت لهي 3 سنين ولا راني طالع في الرابع واه انت تشوف اسيدي ولا والو كنا الاخر هاد الياجورات راه زيد شي 3 د المليون من عند لا عند لا داك الكريديات الكريدي راه عاد عندنا داك الامانه والله الا راهم هادي سيمانه وهما يعيطوا دابا راهم انتم بوحدكم ساكنين في هاد البلاصه غير بوحدنا راهم الناس منا ولا اني من هاد الجهه غير بوحدنا حنا غادي تمشي مسافه ما كتخافوش من الواد يديكم هنايا لا ما ها انت تشوف الحاله ديالنا الله الله يرحم الوالدين ودابا الناس كيتعاركوا راه هنا واحد البسان بعيد علينا كيمشي عنده كيبقى يدور من تما قال لك غادي ندعيكم شو سيدي غادي ندعيكم علاش 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 نخليو الولد مريض كيمشي عنده يعني الولد ماشي ماشي اللي خاطره الله يرحم الوالدين كاين اللي كيغزي واش صحابي مسوقين ربعه كيقولوا لك خصكم تجمعوا ولادكم الاخرين ما كيمشيوش ايوا هذا دابا ها انت تشوفها حنا ربعه بهم كي كل واحد فيه كيهمل وهذا الاخرين فيهم هذا الصعيب اللي كيهمل هذا هما هادو محتاجين الدواء وشويه المعاونه من الناس المحسنين اللي فيهم الخير شوية. كنا درنا جمعيات ما كيجوش عندكم لا جاو شي دراري عام الاول قبل العيد ب 15 يوم كانوا الناس اخويا كيعاونونا ومشى واحد السيد قال له داك المراه نصابه الى نصابه انا نصابه انت تشوف اسيدي راني كلشي كنطلب فيه الناس فداك السيد قال له عندها العائله حتى لهنا محرار كلشي لاباس عليهم ها هما كل واحد يكفى براسه وحق الله العظيم الا قالها قال لا الخلقه راهي نصابه الى نصابه خويا ها انت تشوف الحاله ديالي الا كليت بحال درت له هكا الا نمشي نجيب ونلقى هذا هامل ونمشي ندور هاد الناس كلشي راهم مربجين معانا وهاد شهرين شويه اللهم لك الحمد هادي دابا شهرين قال لنا راه عنده سكانير يدير سكانير على حساب في وجده على الراس يدير التخطيط كان في شي وقيت كان كيقلع شي نهار شتي زوين في حياتك الشريفه ديالي كتهضري وكترعدي شي نهار لا لا راني مريضه راني يعني مرضوني ومع الصباح ها الله يرحم الوالدين دابا حرام قاس فيك هذيك الكلمه نصابه ها الله يرحم قاستني هبلتني وسماني نصابه عباد الله طلبت المؤمنين المحسنين اللي فيهم الخير ما طلبتوش هو مشى للناس اللي كيديروا فيا الخير قال له هذه ديروا الخير فين يبان لكم تبقى ديروا هذا الشيء اللي كتعطيه وعطيوه فين يبان هذه راه ما يبانش فيها ودابا راه واحد السيد من مراكش راه هنا مراكشي كيقول لي بغيت نوصل كاش شريفه على حساب دوك الدراري دابا ما عرفنا الصح من الكذوب بغيت نوصلك ولا غادي نجي ان شاء الله غادي نجي نتهلا فيك هادي عام واحد من خوفوه مسكين واحد السيد كيقولوا له
سعيد المحسن من جديد، راه هنا عندي في التليفون. ما حسدني والو مسكين، الله يخلي لي وليداته ويكثر خيره ويقبل له. راه كل خطره يدير شهر شهرين وكيعيط عليا وكيعطي لي داك الشيء، وكنفرحهم كنقول لهم ها هو، وقال لك دحي اعطيهم من كل حاجه كل شيء ديهم، انا اللي كنصرف عليهم. راني واحله لا اله الا الله محمد رسول الله. فيا اخي ما عسايا ان اقول لك ان لم تستحي يا اخي فقل ما شئت، باش تقول السيده بانها نصاب وحنا جينا كطاقم شوف سيدي باش نشوفوا هذه الوضعيه المزريه. ما خصها خير عائله، ما خصها خير من الهم وما خصها خير من المشاكل. والله يعطيها غير شويه من اللي عندها يعطيها لك انت يا خويا. امين اخويا، امين اخويا، غير شويه. امين امين. فاجيت عليك انت، اسمع فاجيت عليك انت اخويا، كرهت تكون العائله ديالك هكا. ها هو ما كاين والو، يصير غير شويه يعطيه ربي غير شويه. يسمع الحوت كيعيط له، ها انت تشوف ما كاين والو. ها هما نوض ما كيهضرش، يرفض الصاك كيما دار موسخ يجبدو. ها هما روحي تجيبي الحوت. الحوت. الحوت يسمع الحوت كيعيطوا له هنا، كيجي في دماغه. ونمشي على رقبتي الا كان نمشي باش ما نضل نتشوط. كل شيء راه ربي شاهد، قلت له فيه شما لقيت نخدم ونطلع في ولادي. ما حد يحيا منين الا مت قدامهم. غريب. ما عندي ما ندير، لا اله الا الله محمد رسول الله. كان ما يقول لك انت تشوف. غريبه سماني نصاب. انا ما نكذبش عليك، غير درويشه غير درويشه غير درويشه. دعي المولاه دعي المولاه. كيقولوا لنا الناس شوفوا راهم الناس المزيانين يشوفوا في هاد الدراري. ها هي هما راني طلبت ربي يجيب لكم الرزق، حنا نحطوا داك الشو هي كتبقى تموت تمشي تاكل وتبقى دايره هكا. ما كتقدش تاكل والو، ما تقدش لا تاكل لا تشرب. دابا هما كاين دي هما كما تديني هما كما تديني رديتو غير عند الطبيب. ما كتديهمش الطبيب؟ ديتهم واحد الخطره، ديتها واحد الخطره قالوا لي دير العمليه. ديك الساعات ما لقوات عندها، ها عندها لقوات، دير العمليه في وجده ولا هنا ولا المهم. ودابا غادي ما لقيت اللي نخليه هنا غير بوحدي. كانت عندي واحد البنت مزيانه عطيتها تزوجت، ها انت تشوف هادو ما يعتقوش. وهذيك اللي كتقرا ما تقدش باش نخليه نسمح ليها. راك عارف هاد الويدان اخويا، وراكم كتشوفوا كلشي. انت خصك شي جائزه شريفه انت. ها الله يرحم لك الوالدين، الله يخصك شي جائزه. الله يرحم لك الوالدين. سكتينا شريف، ولو كانت تشوفي، لو كانت تشوفي فاش راني. خلي سكتينا شريف، لو كانت تشوفي فاش راني. لا اله الا الله محمد رسول الله. هادشي مرحبا بسيدي، ما كرهنا والو والله الا ما كرهنا والو. ربي يخلصكم، راكم وقفتوا عليا في المنام هذه ثلاث ايام، انا ما عندي ما نعاود. وحق الله العظيم هاد الناس اللي يجوا عندك شي ضياف وقفوا عليك في المنام غيجوا عندك شي ضياف. وحق الله العظيم الا حلمت حلمتكم جيتوا عندي. وحق الله العظيم سعداتكم سعداتكم، كانت شي حاجه ولا ما كاين. لا سعداتكم ان شاء الله سعداتكم. داك الشيء ما نقول لكم، حتى واحد ما كره ما يكون غير خير ان شاء الله. ديالو مزيان. حاشاك اخويا، ما غادي يكون غير خير ان شاء الله. حاشاك اخويا. فرساله الى عامل اقليم قرسيف، كنعرفوا القيمة ديالك بقرسيف، كنعرفوا شنو عطيتي لقرسيف، لكن يا عامل إقليم قرسيف، عائلة تموت الموت السريري هنايا بهاد الجهة ديال سميتها الجهة؟ لا النوامر. بهاد النوامر يا عامل إقليم قرسيف، عائلة ما كيوصلهاش للطبيب، عائلة أبسط شروط الحياة ما كتوصلهاش، عائلة عندها ربعة الوليدات كل واحد فيه كيهمل المساعدة الاجتماعية. قول لي القفة كتوصلكم؟ ها؟ القفة. شويه عام الاول، عام الاول شنو كتعني شويه؟ شنو شويه؟ شي خطر طايح كاينين المحسنين، ولكن القفه ديال المخزن واحد المره اللي القفه سيدنا رمضان وصلتكم واحد المره وصلتنا. جاوا مقدم الشيخ كيقيدكم ماشي معكم مزيان في امراتكم ولا مزيان؟ مزيان الشيخ مزيان مزيان، يعني كيقيدكم كتكون مساعده. عطاوني شي دراري، يعني السلطه ما عندكوش معاها مشكل. السلطه ما عندكوش معاها مشكل مع سعاده القائد كاع. مشيت عند واحد الامن الامان جدر ميال الامور مزيانه. هذا كيجمعوا لي داك الشيخ اخويا، الشيخ اللي هنا كيحزموا في الشاش ديالو وكيجيبوا حتى الباب. الحمد لله. قلت لك واحد النهار الشيخ ديالكم؟ ها سميتو البشير، البشير من الزرقاني من هنايا. كيحزموا عنده بالشاش ديالو على الموتور ديالو حتى يوصلوا لهنا. ما نكذبش عليك اخويا. الشكر خاص للسلطه للتعامل ديال هذا، لكن يا عامل اقليم قرسيف نتمنوا اننا نسمعوا شي خبر زوين. عائله تستحق تستحق المساعده تستحق المساعده. اجي ورينا دارك الشريفه، اجي تشوفوا هاد الناس فين كيسكنوا، فين كدوز عليهم الشا. اجي ولدي الماء الماء، اجي مشو واه زيد اولدي زيد تما. الساريج مشي طيح لنا في الساريج.
ربعه الوليدات متبعي قناه شوف تي في كل واحد ما كيهمل وجا انسان وقال لهم ما تعاونوش هذيك هاد غرين الصابع. عن اي نصب انت تحدث يا اخي؟ عن اي نصب؟ ولا قلبنا لك في جيبك غنلقاو عندك غير كارت ناسيونال ب6 درهم د القهوه ومحمقنا. والله الله ياخذ الحق في داك النجمه 3 اللي كتعطي كونيكسيون فاب. والله ياخذ فيها الحق. اجي تشوفوا هاد الناس اللي كتسكن متبعي قناه شوف تي في. ها انتم ها انت تشوف لا باب لا والو. مسقفين بالسماء مسقفين غير بالسماء. ايوا ها هكا هناك هنا كتعيش يا خالتي. هنا كنعيش اسيدي. ها انت تشوف كلشي بعينيك. هنا كتعيش النصابه. ها النصابه الله يرحم لك الوالدين. ها قلت ساكت وتعواج يا خالتي تعواج. ما غادي يكون خير ان شاء الله. بقى نجي عندك ديما تولي مزيان باذن الله. الله يكثر خيركم اخويا. نشوفوا الناس مقرشين بيعاونوك ونشوفوا المساعده تكون مزيان. الله ينوركم. مجدش رمضان ولا والو. رجع في الله. رجع في الله. رجع في الله. راني ما دايره ما جايبه حتى حاجه عاد. رمضان والو ما وجداش رمضان؟ والو. رجع في الله يمكن ياك. سبحانه سيدي. هذا الشيء غريب اخالتي غريب بزاف. ما عندنا ما نديرو لا اله الا الله محمد رسول الله. دخل اخويا. هذه الكوزينه اخالتي. هذه هي الكوزينه انت تشوف. فهمتي ما كتشوفوا المراه الكرسيفيه الحقيقيه في كيف عايشة متبعي قناة شوف تي في. نتمناو من الجمعيات المجتمع المدني دكرسيف نتمناو من الجمعيات دكرسيف يعاونوا هاد العائلة متبعي قناة شوف تي في. كنعرفوا شهامة دكراسفة وعاصمة الزيتون أو اللون الأخضر لكن بغينا نسمعوا شي حاجة زوينة. شوفي ما غادي يكون غير خير إن شاء الله. إن شاء الله. وغادي نحاولوا نجيو وشنو هاد الشيء شريف؟ هنا عايشة خالتي. هنا لا حول ولا قوة إلا بالله. ما درقنا عليكم حتى حاجه راه الله شاهد. الله ياخذ فيه الحق هذا اللي قال كاين الصابع. وما كانوا والله انا معاكم وكان من بلجيكا عيطوا عليا ما خلاو. منين قلت لك راه هنا مراكش كيقول لي غادي نوصلك غادي نوصلك ولا لا اله الا الله محمد رسول الله غادي نجي ونتهلا فيك. دوك الدراري يتامى قلت لها ماشي يتامى راهم باهم وباهم مسكين. انتما ماشي يتامى غير خصهم المساعده. الله يرحم الوالدين. هذاك الشيء اللي كاين ها انتما تشوفوا يخلصوا الله يخلصوا الله. الموقف فاش حطني انا ما كنعرفو ما والو ما يعطي لي ما يخليني ترانكي. بغيتو انا بغيت ربي يعطي غير واحد شويه من اللي عندك انت. ما يعطيش كلشي يعطيك غير اللي حماق. الله يرحم الوالدين. غير شويه ها انت تشوف غير شويه يخلصكم الله. كتنعسي مزيان في الليل؟ لا شويه ما كاين والو راني عين بالعين حلوله. اللي كيخمم في هذا الشيء واش ينعس اخويا؟ كتنوضي تحس بيه الولاد واش ربعه واش ينعس اللي راه هنا؟ ها انت تشوف دابا عاد راه مزيان والله الا كنخليهم نضل ندور عليه لقيت في دوار المجارسه لقيت النسا شادين وعاود شادينه هنا في الدوار شادينه باش نجي عنده واحد المرات ما كتعرفو وعاود شدوه هنا وعاود وصل حتى لهنا كيقول الجيده شدي ولدك راهم الكلاب ياكلوه. قلت له راهم كلاوني انا دائما داخله خارجه مع الواد واحد الواد منا مين كيحمل كيمشي يشدو هو ما مسوقش يمشي يشد داك الواد يمشي يجري. ايوا دابا اللهم لك الحمد كاع هاد الاخر راه خالد الله يكثر خيركم وخالد ان شاء الله الله يخلصكم من عنده سواء كاينه حاجه نتوما وتكرفصتوا معانا في هاد الشمس. لا 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 والله الا حشمنا منكم عمر شي واحد تعدى عليكم هنايا. لا خويا لا يعني لا دارك ملاكي بعد الحمد لله داير لا حاجه لا يعني خصكم غير المساعده الاجتماعيه. ها ما يتعدى علينا حد اخويا ما والو الدنيا هانيه. جميل في الامر اننا ملي كنزوروا مجموعه من الدواوير هنا بكرسيف كنسمعوا القيمه المضافه ديال الدرك الملكي بكرسيف. فالشكر خاص للدرك الملكي والقائد ديالهم بكرسيف. عمرنا ما سمعنا على شي عائله تعداو عليها هنا في هذه الجهه ديال الضواوير مع العلم انهم عايشين قاصحين. فمتبقى جا خالتي فمتبقى قناه شوف تي في كنتواجدوا باحد الضواوير بكرسيف واقولها دوار يصلح لاي شيء الا السكن. ما عندك الماء؟ الماء والو كنجيبو من الحاسي. عندك الضو؟ لا والو سيدي ها انت شوف نهار الانتخابات كيجي عندك مرشح؟ لا والو عاد ما ملي جينا لهنا ما عاد ما وصلش للانتخاب. هذه 3 سنين وحنا هنا وطالعين في الحرابه. كنت بعيد شويه في الشمال. يلا كنا في الشمال الانتخاب اللي جا ان شاء الله. ولا جا عندك شي منتخبات تنتخب؟ ايوا ضروري. بلا ما تكذب عليا ضروري. لا حاشا ضروري. لا حاشا ما نكذبوش عليك اخويا. راه غادي نخلي لكم الماء والضو. كتقراي مزيان؟ اه
زيري راسك هادي راهي مزيانه زيري راسك الله يكافيك فمتابعي قناه شوف تيفي من قلبي هذا الدوار بقرسيف نتمنى المساعده الاجتماعيه لهاد العائله نتمنى عامل اقليم تازه عامل اقليم قرسيف وحتى عامل اقليم تازه السي مصطفى المعزه فوق راسنا وعينينا ونتمنى عامل اقليم قرسيف انه يسمع هذا النداء الانساني ونتمنى عامل اقليم قرسيف انه يكون كيتواصل مع قناه شوف تيفي بالجهه الشرقيه وقرسيف عائله تستحق المساعده تستحق المساعده يا عامل اقليم تمنوا انك بقلب الرحمه انك تزور هاد الناس وبقلب الشفقه انك تجي تشوف هاد العائله كنسمعوا عليك غير خير ونتمنوا الخير من عند الله من قلبي قرسيف ما عساين اقول واحد السيد قال لهاد العائله بانها نصابه عن اي نصب تتحدث يا اخي واقول نتمنى 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 ربي نتمنى ربي كيسوني شي واحد جاوبي جاوبي قال الو الو جاوبي يا ربي تكون شي الو كتفرح الو كنسمع شكون انتيا الو صافي غيكون الخير ان شاء الله غادي يكون انا نوعدك غادي يكون الخير ان شاء الله مازال نجي عندك لا لا شوفوا وانا كنفطر مع الناس في رمضان غادي نجي نفطر معكم في شهر رمضان ان شاء الله نشوفوا غير الفطور ديالكم كي داير ان شاء الله فنتمنى من المحسنين عيط شي محسن دابا لكن نتمنى تعاونوهم ما عندهم لا ما لا ضو لا لا باش يدوزوا رمضان لا مساعده اجتماعيه لا طبيب لا والو وداك اللي قال لها نصابه نتمنى وما كملت هضرتي يعطيك سيدي ربي غير 1% اللي عند هاد السيده انا ماشي بحالتي لداري وغادي نلقى اموراتي مزيانه لكن تي والله ما عرفك كي راكي عايشه هنا خالتي لا الله سيدي ها انت تشوف سيدي رجع في الله رجع في الله كاع ملي كيوصلونا خوتنا هكا لا نجيو عندك لا بارك عندك لاكارت ناسيونال عمي فراك شوف مغربي وحقك تعيش في بلادك من طنجه للقويره فين ما بغيتي تمشي تمشي علاش انا ما نجيش لعندك نجي عندك حقك مغربي ولد بلادي ولد بلادي غيكون الخير ان شاء الله غادي يكون الخير ان شاء الله ان شاء الله كلهم عندك عندك لاكارت ناسيونال وعندهم الرامي عندك لاكارت ناسيونال عندك لاكارت ناسيونال صاحبي انت هذا انت كتهرب بزاف جاوبي جاوبي بس لهذا كيهرب لا صاحبنا يا ربي يكون شي مساعده شي معايا يا ربي حاولت بنتي شويه اللي غشغله الحمد لله الحمد لله ها انتم البطاقه لا عندنا الحوايج دابا على حساب هذا الشيء كان واحد السيد قال لي نعاونك راهو مصوروه راني حطيت تما 20 100 خويا والله فاطمه البطاقه ديالها والرميد هذيك البنكه توريا البطاقه ديالها الحمد لله نور الدين مداح البطاقه ديالو السي محمد مداح حكيمه مداح الحمد لله انتم مغاربه يستحقون المساعده يحملون بطائق وطنيه مغربيه ومرقمين تحت السياده الملكيه وشكر خاص لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله على كل شيء على التدابير الاحترازيه اللي نجحات على التلقيح على بزاف الامور وايضا ملك الفقراء نتمنوا الخير من عند الله 100 درهم فيها شحال كاينه 100 درهم هي 100 درهم 100 درهم شحال هادي قال لي واش بغيت نعرف دابا انت واش عندك شي فلوس دابا ما عندك لا ما عندي والو سيدي قال لي دير دابا فراس مالك 100 درهم وداك الشيء اللي كان تما قالوا لي فتحي الحساب غادي نتحيو لك مشيت ثلاث خطرات ما لقيت والو كنجي كنمرض ونولي ثلاث خطرات وانا نسول مع عندها الوراق هادي غادي يكون الخير هادي يكون الخير غادي يكون ابقى نجي عندك ديما هادو الوراق ديالك هادو مهمين هادو باش راك في المملكه المغربيه غيكون الخير متابعي قناه شوف تيفي اجي تشوفوا معنا هاد العائله غادي نودعوها في كتسكن وفي كتعيش قصص غريبه بقرسيف والمراه القرسيفيه تعاني في الصمت متابعي قناه شوف تيفي شوف منين جينا متابعي قناه شوف تيفي واقولها المراه القرسيفيه تعاني بالصمت نتمنوا تعاونوا عائلة مداح ونداء إلى عامل إقليم قرسيف كنعرفوا الشهامة ديالكم ونتمنوا راجينا من الله تكون كتتبع المواضيع ديال قناة شوف تيفي بقرسيف مواضيع اللي من عمق قرسيف كنوصلوا لك رسالة هادفة رسالة اللي حتى حنا كنعرفوك بأنك تقبلها بصدر الرحب عائلة مداح نتمنى نسمع ليا شي خبر مزيان خالتي راه ما غادي يكون غير إن شاء الله إن شاء الله ما سخيتش بكم لكن خصنا نرجعوا دابا للمدينه ديالنا شي كلمه دابا واش راك مرتاح عمي راني مرتاح الحمد لله انا فاش كتوصلوني هنا صافي بحال لي راك معزول صافي ما خصني والو غيكون الخير ان شاء الله الدراري عطاهم سيدي ربي الحمد لله الحمد لله الحمد لله غنطلبوك مساعده اجتماعيه ان شاء الله الله يرحم الوالدين استودعكم الله اقراي مزيان الله يرحم